بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أبارك لكم شهر رمضان الفضيل، كل عام وأنتم بخير. كما ترون أمامكم بتكلم اليوم عن المدفع الرمضاني، وهو عبارة عن عادة قديمة متوارثينها من أجدادنا ولا زلنا محافظين عليها. حاليا أمام مركز شرطة الذيد القديم، وهو يعتبر عالم في منطقة الذيد، نضع فيه المدافع في عدة مناطق عالمة، وذلك لمشاركة الجمهور فرحتهم، كأن إمارة الشارقة لها طابع خاص يميزها كعاصمة ثقافية دولة الإمارات مع التقدم الحضاري والمعالي التي وصلت إليه الإمارة بفضل خطة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت منها محطة أنظار للسياح والمهتمين بالحضارة الإسلامية. أنا